أحس الأحداث المتواترة الأخيرة اللي جرت كذلك التصريحات التي دفعت ضرورة أن يكون هناك موقف لأهالي ثنا بتنظيم تظاهرات تندد ببعض التحركات التي تقوم بها بعض الفصائل من أجل الاستحواذ على موارد محافظة ثنا، وكذلك الميزانية التي من ممكن تخصيصها خلال الايام المقبله، وخصوصا بعد ان تم المصادقه على تداول المواد داخل مجلس النواب العراقي، وكذلك طائف فرص اطلاق موازنات الخاصه بكل محافظه. اتى هذا التصريح، اتى هذه التحركات نتيجه خوف محافظه صفا، الجميع من محافظه فقيره بل تصنف من افقر المحافظات العراقيه. كذلك رداءة في الخدمات طيلة السنوات السابقة، عجزت الحكومات المتعاقبة من انتشال وضع الصمامة والجانب الخدمي، تصحيح الأخطاء التي مرت بها محافظة المثنى في الفترات السابقة، فشلت طيلة الفترة السابقة. فالآن المجتمع في تلك المحافظة يخافون أو حذرين من أن قد تستخدم المبادئ والميزانيه التي خصصت من اجل تنفيذ مشاريع لانشاء واعمار البنى التحتيه الخاصه بالمحافظه بان تذهب الى جنوب الفاسدين. لذلك السيد الياسري قبل ايام صاحب او رئيس او مسؤول لواء انصار المرجعيه كان له موقف بضروره تنظم تظاهرات من اجل ردع بعض الهيئات الاقتصاديه التابعه لبعض الاحزاب من ان تستولي على مقدرات هذه المحافظه، لكن اعتقد انه المشهد تغير على اعتبار انه ما الذي تغير به؟ يعني لا زال الرجل تغير مستعدا للتظاهر؟ حقيقه هناك جلسه كانت ما بين رئيس الوزراء وكذلك السيد ميثم ياسر تحدثوا بها عن بعض المشاكل التي تواجه هذه المحافظة، أيضا المخاوف التي توجد لدى سكان هذه المحافظة وما يخشونه من إنشاء هيئات اقتصادية قد تذهب بالمشاريع والأموال التي خصصت لهذه المحافظة. السيد رئيس الوزراء بدوره بعث التطمينات إلى المجتمع في محافظة السدمة بأن الحكومة الاتحادية وكذلك الحكومة المحلية عازمة على تنفيذ المشاريع التي أقرت في قانون الموازنة وكذلك جدول الموازنة المصادق عليها داخل مجلس النواب. وبعد هذا اللقاء أيضا يوم أمس كان هناك لقاء للمحافظ المثنى وكذلك رئيس مجلس المحافظة، تربطنا علاقة طيبة مع رئيس مجلس المحافظة الشيخ أحمد الزيادي أحمد محسن، وكان هناك تواصل معه، تحدث أنه مجلس المحافظة سوف يأخذ الجانب التشريعي والرقابي على تنفيذ هذه المشاريع وكذلك انتشار المحافظة من طيب. واقع بمعنى هل يمكن القول بأن الناشطين، عذرا دكتور، هل يمكن القول بأن الناشطين اليوم مستبشرين خيرا مع هذه الخطوة، مع هذه الدعوة حتى وإن مثلا أجلت نوعا ما، أم هناك رأي آخر بالنسبة للشارع المحتج؟ حقيقة أنا أرى أن المجتمع الحالي مجتمع يمارس أقصى درجات الوعي. الضغط الذي قام به بعض الناشطين، بعض الأشخاص اللي موجودين داخل هذه المحافظة، هو ينم على حرص حقيقي ومتابعة حديثة لأبناء هذه المحافظة لمحافظتهم، وكذلك يدل على حرص بأن هؤلاء الشباب يطمحون إلى تحسين أوضاع هذه المحافظة. فبالتالي أعتقد أنه متى ما اتخذ أبناء هذه المحافظات مثل هذه الخطوات أعتقد أنها حالة صحية، وهذا أمر مشجع بالوقت الذي كان العمل الاحتجاجي مختزل على ضرورة إسقاط الدولة وكذلك التنديد بكافة الحكومات المتعاقبة. أعتقد أنه اليوم أكو تغير ملحوظ وتغير إيجابي بالذهاب إلى نقطة رقابة عمل الحكومات الاتحادية وكذلك عمل الحكومات المحلية، وهذه نقطة إيجابية تسجل طيب. إلى الناشطين المحتجين المجتمع الشبابي داخل المحافظات.